بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد بنار ترزدار وين خوشت في جاركادي أمهات الخزمة ودا بو پشكشك نخلقه كادي جبرنامه برنامج ديگل قرآن و هر دي سبت زنجيرا زانستين قرآن دعاش خودت كين على خاندنا قرآن بردوام ما بكت جبر كرنا والبرما والبر عيالت ما شريم

تایبت من قرآن قرآن یا خاصه یا ودره یا وکید بیشن نوکی چه پرتو چه اوید چه کرینی دنیاوی یا انجی حتی پرتو مقدس یه بری قرآن جی هم گشتی بیمان تایبت من دید ما کلام خوده و مگودی پرتوک پرتو که که پارستیه امیل نقطه سیه مگودی گودی احتیمال شش هفت خلاکه پی بپچن چکی بابا تا که برفره هر چند ما هم دی بس واسا اشارت پیدین کو هم تیب گهین کو قرآن كل نقطة سيبي إعجازة معجزية. ما هندك معجزة شروفاكر فكر خلق بوري تعريفها يبقى إعجاز تيها قرآن دا و رياب خوفات إعجاز يعني جالك لايانا جالك جانب جالك بيافن أما ناشين تشينا فهمية دا صلاة خلاصنا أما كاش تبينو يكو رياكي ديش رين إعجازة ما قوتي إعجازة تشريعي عربي يعني إجتماعنا يعني إعجازة تشريعي يعني الحكمة من وراء كل أمر إلهي أو نهي, نهي إلهي كتحريم القتل وتحريم الربا مثلا هر تشتكي خودي قوتي ما بكن في كاري بكن في قوتي بيجن إلا حكمتك تيدا بجاه كرم أو كاري قوتي ما بكن ما زاني كابوتي قوتي بكن وكي أم بيجن نور على نور خير على خير هكا ما زاني حكمة جي تيدا شنكي قالك أمرا خودي حكمتك جي قوتي مثلا يا رجي غوتي لعلكم تتقون عن ما حكمات يعني نقول جوتي تنها عن الفحشة، بون منا. هر أمركِ قوتي ما بيك يا حكمة يا قوتي، جاكي نقول تبنجي أم نزاني خود بترزانكاتيها يعني حكمتها كاتي ده هاي. فائدة ما ياتي ده. مثلاً حتى ما برجع من ديار ما ياتو، آمليته وقوتي بيك يا. وهر نهيه كقوتي نكير، نو كيف قايم قوتي كتحريم القتل. بوتي قوته قتل حرامه، شنو بتنقذ دب كوزن. بوتي قوته ريبا حرامه. بوتي قوته ظلم ظلم حرامه، نعدالتي حرامه. بوتي شهاده الزور حرام بوجي يعني حكمتك إلهيتي دا أن بذنين باشه أن نزاني جي حكمتك يا تداهي أن تحريم عقوق الوالدين أن تحريم أكل مال اليتيم حتى مايك كي أفا يعني حكمتك أخذت على تدا يعني إعجاز تشرعي خلاك بوري موجود يعني قرآن برنامك الشامل ويكامل الداند بو تك كسي توخاپه اوواب کی توخاپه خلاص کی توخاپه پروردګ کی دغه برنامه کی کامل او شامل به مسیدا یو خزانه شي هکر او آیت السر خزانه ام تطبیق بکین خود د خزانه مبهت واسترین خزانه مه د نمونهین حرکت بوريځ دومه هند کوتن او دغه برنامه کی کامل او شامل همي بیا وقاپ ګرید د جواکی کومالګه یی امته یی دولت یی والله هر دولتک هر حکمتک هر يعني أمتك كارب فان آياتا بيجين بس كارب كارب بيجين بيكن إن في هذا القرآن إن هذا لبلاغا لقوم عابدين يعني قرآن إك آياتا تطبيق بيكي دي جيانتا إد جهوري نشخرا بي بو باشي بيك مصي طبعا خود تعالى برنامج بوشي چنكي قرآن برنامج شموليته همي بيا وبخاد يادي قابل للتطبيق يعني مرشد تطبيق بيك نتشتكي وصنا عمل ام بیشین مثلا بیشتر کسکی رابط فره نی نود خودت عالا امر کرد بیشی مروی بیش نبود عزیب بمروید این نی. یعنی قابلی تطبیقه. مرونت عطا صالحه لی کل زمان و مکان. آمشین بیشین وقتی هم کار ببیکیم ما گود دیدیم باشترین کس. هر آست آسته تا که کسی بود خزان بدهید باشترین خزان. امت و دلپ دید باشترین امت هر هم ام کار قرآن ام شیم برو واجی کنگی ام باش کتین چه که کس چه خیزام جیوه بین و طلاق گلکا برفره بی بلاف بی و بسرمانت بندس بین. بندست بین یت بن دستت ظالم و بندستت غیری ها وقتی ما پشتا خدای قرآنه ها هنگه ام یت باش قرآن یه هاتی مگودی تا که کسی آوا بکد خیزان آوا بکد و جوایی که کمالگهی و امت همیه آوا بکد خود تعالی چد بیشت. بوجود إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أفقرآن ريق هداية هر كاسه كار بي دبت باشترين كاس باشترين خزان باشترين أمت باشترين دولة هي أقوم يعني هي أصلح هكرم كار بذي قرآن بيكين بو نمونا أم سر تاكا كاسي بيجن. خدت تعالى بيجين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها خدت تو باشي بكه. كارو كريالت باش بيكي قوتنت باش بيجي تو دي تو دخوا تربيات كي تو دخوا ناف مجتمع دا كي ها ومن اساء فعليها تخرب يمكن دل تزفرت تو الخرابي الكسناك قال شو قطبي بخوين دفا يد او دي ساقط تل ما مستينا بن منى قد افلح من تزكى او يفلح ديت قد اداه تاكيد وقت بشتنجي حرف فعلا ماضيت تد صد صد وي افلح ديت او سر كفتي اجي ندي سر كفت هم كيشك او من تزكى اوی خواب حاقشت کرد، اوی خواب پروردت کرد، اوی خواب بلند بیند، خوا نین مستوای گیانه وره تزکا خوا آوا بکد، خواب حاقش بکد، چکر نو خرابی ها، خوا نین آسته کم قد افلح من زکاها نفسی وی، نفسی وی و من تزکا فا این نمای تزکا لی نفسی تو باشی بکد دلخواکی، تو گوتنید باش بشه دل دلخواکی فمن ابصرا فلی نفسی هر کسی ریکا گرد راست ریگت او بخواد گرد او دي فايده كيد مستوى تاك كسي من اهتدى فانما يهتدي لنفسي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حتى الدنيا دا بونمونة ما قلت سر يعني قران تاكا كاسي كسي أو بك باشترين كاس بختورترين كاس بونمونة دنيا داكر اي في بجه بينت بلا حسكي او كسنه بصرمان جبت قال جاون بيجين هر دي او دِفَائِدَا دي أو جيب أف آياتات بجتمع كله واشربوا ولا تسرفوا حتى عندك دولة النبو سلمان يب نخش خانة خوفا أفا يا ترجمة كري يعني رقعاك لافتاك يال وكي بجن نخش خانة خوفا كيش آيات وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هكا هر کس في وایت جه بینه تا کی مگه دی برال نبسط رمز دی مروه که بختوار بود یعنی بلا بخون و بخون حلاله بس نبزده دهی اصراف نکن حکم رو فی آیات بجه نیند یعنی حتی مروجی دی بود کسا که یه خمول یه کسلان یه بسروبر و یه نساخ همی و یه نساخ لم یا سرآست سر آست خیزانداری همی بحثی کن اعجاز هر چیز که خودی بکه او بومه بومه باشه مصلحت ها دانه چه سر آست تا که کسی یا خیزان یا دولت و أفا يا خزانة بون منا خدت على شد بجد خزانة شو أنا وعاشرهن بالمعروف يعني باشيد قال بجين وهجرهن في المضاجع كان دجرة ليتوان جي جيك مين جنكوميرا جنوميرا، كبس في التطبيق بكن نادر يخش دربة سر جيك سلمان لزيكا بيك إن أيا خدت على هر سر أست خزانة بجد ليسكن إليها لتسكنوا إليها اف لامات عربيه دا ايات مي... انه كي لام التعليل شو معنى لام التعليل يعني او تشتي بريوي وي تشتي او تشتي بيشتي وي تشبي او تشتي بري وي تشتي اف, آف جنو ميرا ها اف لام التعليل لتسكن لي ان ليسكن لي اليها ان لتسكن اليها اف لام ما يعني او تشتي بري وي اش بر تشتي يعني إيه بيك إنانا خزانش بروية دا خزانك بختور يا آرام يا يا بيجن بيك كرن أوفا بيكن دا بتجه وحويان ورحتي وصبري وهداري بو ظلامش برهند مروف هفجيني بخاطيني خد تعالى چد بيجن سحكي أبا سهر أصل خزاني هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها آه يا رب <applause> بوتشي امرو جينكيتينات هاف جيني بيكيتينات خذها تعالى بجت تعالى ليسكن اليها. يعني ها تشتي باريويش بارفيع بوتشي خذها تعالى بجت جينكيبينا ليسكن اليها لام التعليله هاش بارفي ها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بوتشي يا رب تشد بجد لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یعنی سر آست آواکر کرنا من یا خزانه؟ هگر جن نبت جهه آرامیه رحتیه سکینت یعنی او خیزانه تیگ چد کافی آیات بجه بینه ببا جهه آرامیه ببا جهه رحتیه سکینت تی بو ظلامی, خزان ببجه ببجه بو ظلامی باشترین خیزان اعجازه نه اعجازه والله اعجازه دی مالکا معجیزه چه یا آواکر یا پیکر یا حشگودت کن یا نش بریک چوی بد بله آوه کرنا ملتا دولتا امتا امتا کا چاکساز أو يا چاکخاز و یا داد پرور و بی گازنده امتا کا قرآن او امتا قرآن سرخواه تطبیق که دیبدت باشترین امت بختورترین امت آوه کرترین امت سرکفتیترین امت او ناجحترین امت سرک خود تعالی چند بیشن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ها يأمرون بالمعروف وينهون يعني عن المنكر. يعني zalamên xudanbawer û jinêd xudan bawer harikar o piştevaniya ekodu dikin pişta ekodu bernadin pişta ekodu dgirn û fermanê b karên çak dikn û ekodu ji karên erab din paş xwişk biret rêzdar wllah her miletek her umeteka b tinê tetbqkirina van ayeta avê noke emd bên ç dewleta hebi çi hikmeta hebi والله دبت بيش كفتي ترين و باش ترين داد پرور ترين امت خود تعالى چد صح سحكي خود تعالى بجت ما هكر ام وان آياتا تطبيق بكين وكو امت وكو دولت امت بجين خود تعالى وتعاونوا وتعاونو على البر والتقوى ولا تَعَاوَنُوا على الاثم والعدوان خلاص دوائيات تطبيق بك هر تشتاك باش بد هر تشتاك باش بلا هم هاري كاريو پشتفانت اگرين سروي باش ام دي پیش کبین وهرتشتكي خرابات بلا امهاري كاريا كدناكي سر خرابي سر في ظلم سر غنه سر فساد خلاص اوا خدت على باش ما زيد عندي في بيسكين اياتا قدي ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقتها بحث اعجاز قران الدين خشكبر ترزدار خدي او دوله جديده معجزه نفضل پیدا يعني دي ديبت باش دولت باشترین شعر باشترین کمالگه خود تعالی بیشت تأكيدت تأکیدت که هندی خودیا بیگمان بیشک امری واتی آه ان تو ادل الى أهلها يعني یعنی آه ام کردی بیشن کسی هجی بو جه خلاص او ملتا او ملتا دی پیش کبن دی او ملتا د پیش کبن دی نافی امتی دا نافی کمالگه دا دولة بريفتشت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها براي كسي هجيب وجهيب بالعكس نه كسي نه وجه وجهيب بلنبل. وإذا حكمتم بين الناس حكمنا بين خلقي ذاكر إنسانا نه بس الناس نه بين المؤمنين المسلمين أن تحكموا بالعدل ها هنجي أمه دي بيش كبد هنجي الدولة دولة خاشيب وشاويرهم في الامر أفا تشتكي دا کرام في ايات تطبيق بگيم خشكو برات عزيز وشاويرهم في الامر و بو كي هاتا گوتن بو پیغمبر صلي الله عليه وسلم پیغمبر خودي وحي بوتيت بله بو مساله دنيا بو كار و بار دنيا راي خوا بلکه هندك تشته هندگي تين زانن اگر نه وحي مثلا يعني مساله بو مساله دنيوي والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم قبل أمات أنا مجين دولات في آيات تطبيق بكن وأمرهم شورى بينهم يعني كاتاغو الذين استجابوا لربهم ها أبي استجابة أمر خديت كد وأقاموا الصلاة شوانا نفيجي بكد أبي ديف استجابة أمر خديت وأمرهم شورى بينهم آ تو رأي برام بري خواه عاقل من دوار بكري كاتاغو نفيج حقكش حق خدي سر ما فيتم أداكين جواكي حقه کسم رویه ای پیویت سر مرویت مازن او جی دمه کار بدست کار کی بگید لازم باری بگید باری امری در بهت بهته خوب کنه ود بیرو بو چونت خلکه رایا خلکه جی بزونت نه ما بغوت نه خواب کنه نو کی فرعانی غوتی ما اوریکم الا ما ارى بو چی دوجواک اگیرتی بمینت حکه تبس رایا خکر اوا دیکتاتوریات پیدا بده جوواک جیک چت جوواک اگیرتی ناب جوواک چی جیک چن وقت الديكتاتوريه وقت التكرويه هبن چنكي نوچوكي دبت واقي فائده بد کوكي ما گوت استبداد هبد ديكتاتوريات هبد شنكي شورا يعني ورگتن رايه ي بره، بري خداني ادد بوچو هم همي ادرس هند برهندي على شورا يا كريم مبدا اسلامي ومبدا قراني اڤا وشاويرهم في الامر هذا ما گوت بوكي هتا گوتن بو پیغمبري صلوات خدل سربن فرعون چن گو فرعون بل بي بوشي وكي بيجن ظالم ترين ظالم السري عرض فرعون هاتشن كي فرعون اف دكتاتوريه تاب وقال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد بيجن تما واز بجم هما او ابو الشعب باش او ابو ملاتي باش بس اوي ازم يد مصلحات الشعب ده. فرعون افاد او اسرقات بينهم او يدرس يدي يد خالة افا زمان الدكتاتورنا انا يظالم انا بله هذا إعجاز تشريعي ولو قالك برفره بس هذا ما بكورتي قلت إن شاء الله خش كولات الرزاق دي تشين رياكي دي شريت إعجازيات جيرنجو بارفرها بزاف كورتي مختصر مفيد إن شاء الله دي أومو آه جي بيدين أو إعجاز علمية عربي إعجاز علمي هو أن كل حقائق علمية التي اكتشفها العلماء وهي موجودة في القرآن تثبت أن هذا القرآن من عند الله وأنه معجز يعني شي هر حقيقتك علميه نظريك دركة علماء كشف كري علماء نيد غير إلا قرآن آما جايا بيداي إلا يد قرآن داي أم تحديد كنت كنت تشتك هاد أشكرا في الآفاق وفي أنفسهم عرض عثمانة دركة تبت. إلا قرآن يعني إلا قرآن آما جايا بيداي ماذا أخش كورة شكورة الرزرار؟ هر جيلك بيت هر جيلك بيت هندي بيشكفتن و هندي زانست و زانين بيش بيكفن جلك رامانت ني ش قرآنا <applause> بيروز در تيخن هندي بتر بيش بيكفت شنين سر حقيقتا قرآن هلد هندی هندي جيلك ني بيت ده هندك رامانت ني ش قرآنا ها نی نين جيلك بيت إلا هندک تشتت <applause> ني وكي ما گودی دش أشكرك إن دش قرآن ديار من. على باشو باشو في خد تعالات تد بجد. باشوا باش قل خبدم في آياته. خد تعالات بجد سنوريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. خد تعالات ماهيك بصيادك. سنوريهم يعني دي نشأ واندت طبعا مخاطب كيا متكلم خد تعال أنا يد بجد. مخاطب بيعنبر يجي بيعنبر يتأخذ. بيعنبر يبصلمانا. او یه بچه سنوری هم نگو سنوری کم آن سنوری که نه دنیش آب ای پیغمبر آمده گو سنوری هم ها یعنی ضمیر غایب کاری نه یعنی وقت باوری قرآن نه نه باوری خدا نه چه دنیش آب واندد دنیش آب اول طبعا سوزه کش بو همی مروvat تایباد بو کافر و به باوران ضمیر غایب کاری یعنی خطاب بو کسی کو خود تعالی بجد دی اوت استاد دیار کن دا دیار ببد اوش روجا قرآن تی دهاتی خور و حتا افرو روز بر روز ام او و او یه راستیت قرآن یت زانستیت بینن و یب اگر ام چند علمی دا پیش بکوین و عقل مروی چند داهنانا بکت شنی پتر راستی قرآن بوان دیار بد گلک جارا خوش برات رزدار

دي بيني قرآن بريوان آما جاء في علمي يا كري و هشتا هو فترجي فان كونغريت ام بجين كونفرانس علمي خوش كبرات رزا افا كونين الزانستي افا طبعا دجي اسلام بطيبات يا بخا كري عدد دفين بريكا فان رستي على اساس هندك رستي كو دجي قرآن در بكفن دا ازمان خواه حاشا سر قرآن دريش بكن بله خودت على برو فغشيوانا اكيد بجت تينت بيش ده ببينه قرآن أماجابيدا وجالك شو نبي بصرمان جدا. لو ما يعني هدي وزحمتة بنا بتر يعني قرآن أماجابيدا وجالك شو نقي ما قدي. هندك شو راستي الزانستي أمي هندك أماجي بدي إن شاء الله. بس ما وقت نما كرخة حسقت أو آيات أماجي راستي علمية دة أفيد كوانا عاشكركلي. نبصرمان عاشكركلي. إن شاء الله خلك بيد. دبوا دي دياركين. اوی دینو اخره مفاز و خلک یو رګته بیت انسان خلکه بیت مينن چاورې مایک خود عصت دیوان آیت اوی د اموجې وی علم دې ته وکی ما کوتی کوفر وکړه کړی د بوت دین دیار کینو شروعه کین حتی خلکه ببینې بن چاورې خود و سلام علیکم ورحمت الله و برکات